أنا عليك يا عادل يا ابني، عجزت بدري. صوروني مع بابا علشان أوري سارل في المدرسة لأصحابي وأقول لهم إن أنا عندي اتنين بابا، بابا نويل وبابا عادل. أوكي. طب يلا بسرعة خلصوني بسرعة بس عشان البتاع ده بيخش بقى. طب خد فوزيا. تمام؟ يلا حلو أوي. يلا يا عادل. يلا بسرعة وزع الهدايا وتعالى خد الباقيين اللي عندي هنا، أنا مش عاوز راس السنة تدخل عندي في البيت ويفضل عندي هدية. خلاص أنا هخلص الهدايا اللي عندي وهاجي على حضرتك في البيت، يعني آخد بقية الهدايا أروح أبيعها، قصدي أوزعها على العيال كلها يعني، وأجي تاني آخد منك الهدايا هفضي لك بيتك كله يعني. جميل، تروح توزع الهدايا وكل طفل يمد إيده في الكيس ياخد الهدية بتاعته، هدية واحدة بس، لازم يرضى بنصيبه. آه طبعًا طبعًا، عشان حتى نطلع جيل جديد قنوع ومؤمن في نفس الوقت يعني. طب اتكلنا على الله، يلا سلام عليكم وهابي نيو يير وميري كريسماس. ياخد الهدايا بتاعته كله، خلاص 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 احنا وصلنا، وكله هياخد الهدايا بتاعته وكله في دوره، كله في دوره، كله في دوره. حاضر، انت ما خدتش هديلك دلوقتي حالا. حاضر يا حبيبي، حاضر. فين مين اول حد هياخد الهديه؟ مين مين؟ تعالى تعالى انت يا صغنطه، تعالى 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 بسرعه بسرعه، مد ايدك وخد الهديه، خد اهي اهي الهديه. استنى بقى هنفتح الهديه ونشوف فيها ايه. يا ترى الهديه فيها ايه؟ استنى بقى نشوف الهديه فيها ايه. ايه ده؟ كاميرا. ايه ده؟ ده كاميرا من نوع الغالي. استنى اقف مع اصحابك، يلا نصوركم، يلا نصوركم، يلا نصوركم كلكم. بس صورناكم هنرجع بقى ايه الكاميرا لصاحبها، وانا هديك هديه تانيه، هديه تانيه. يا ترى اديك ايه؟ بصوا بابا نويل هدي له هديه ايه. ايه رايك؟ ايه؟ يلا مين تاني هياخد هديه؟ حاضر حاضر حاضر، كله في دوره، كله في دوره. تعالى 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 بسرعه، خد الهديه الثانيه بتاعتك دي. استنى تعالى بقى نفتحها، نفتحها. يا ترى فيها ايه؟ يا ترى فيها ايه؟ ايه يا ترى فيها ايه؟ استنى. الله، دبدوب دبدوب. الله، ده بتاع ياسمين بنتي يعني. لا ده انا عايزه يعني، لا اصل ده مش بتاعنا، ده مش بتاعنا، ده جه غلط هنا. انا هديك هديه تانية، هديك هديه تانية، هديك ايه؟ بلالي. ايه ايه؟ استنوا، وانتوا كلكم عايزين هدايا؟ انا هديكوا بقى هدايا كلكم. حاضر، هديكوا هدايا كلكم. بصوا بابا نويل هيجيب لكم هدايا ايه. لبان، لبان، لبان من نوع الغالي جدا، لبان من نوع الغالي جدا. الله. وانا وانا فين هديتي يا حاج نويل؟ حاج نويل اسمي بابا نويل، بابا نويل. بابا ايه؟ انا ابويا مات. طب انت ابوك مات، ما انا مال انا يعني، انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز حق المشاريع. وانا شربت حاجه؟ عايز حق اي حاجه. حق اي حاجه؟ ايه هو ايه؟ اي كلام وخلاص. اوعى. ايه ده؟ اوعى. ايه ده؟ ايه ايه؟ عايز ايه؟ الحقوا يا عيال، بابا نويل طلع عادل سعيد. بابا نويل، بابا نويل، بابا نويل. يا استاذ دولا، ده اللبس اللي انت لابسه ده؟ ايه اللبس اللي انت؟ ولا هنستهبل على الصبح. يلا انت وهو، يلا يلا معايا عشان نروح عندنا مشوار مهم جدا، تعالوا ورايا يلا. الله، طب والشغل؟ يولع الشغل، خدنا ايه من الشغل غير وجع القلب؟ انا خلاص وقعت على كنزي، يلا وقعت على كنز ومش عايز اي حد تاني يلحقه غيري. يلا بينا، يلا بينا. ده ده كنز وذهب وياقوت ومرجان وزبا احمر واخضر وبامبا وبرتقاني وايه، موبايلات وساعات وكل حاجه. يلا قبل ما اي حد تاني يعصر على الكنز ده انا عايز الحقه. وشوفوا لي عربيه نقل، عربيه نقل، عربيه نقل كبيرة. والله وهتلعب معانا يا استاذ دولا وهنبقى مليونيرات. لا انا شايف بقى انها هتلعب معانا وهنبقى مليونيرات. وتلعب معاكم انتوا ليه؟ انا اللي لقيت الكنز ده، الكنز ده بتاعي انا، انتوا هتساعدوني بس، انتوا مالكوش اي حاجه في الكنز ده، انا الوحيد اللي هبقى مليونيرات. يلا ورايا، يلا ورايا. ايوه ايوه، حاضر حاضر. ايوه. اهلا 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 اهلا، تعال. ازيك يا بابا؟ الله يسلمك، الله يخليك. طمني. ايه
عملت ايه الاخبار؟ وزعتوا الهدايا؟ وزعت الهدايا كلها الحمد لله. ده حتى يعني الهدايا خلصت، فمن جيبي اشتريت شويه هدايا وديتها للاطفال. قول لي الاطفال انبسطوا بالهدايا؟ انبسطوا جدا. عياط، وكلهم بيدعوا لك يا بابا نويل. ربنا يخليك. طب انت مستني ايه؟ يلا لما بقيت الهدايا دي وروح وزعها عليهم. حاضر. ده انت لو عايزني كمان اشيل الحيطان بتاعه البيت اشيلها. ثانيه واحده جايب ناس يساعدوني يعني. كويس ان انتوا مش بتصنطوا. برافو عليكم، برافو عليكم. لموا الهدايا دي كلها وطلعوها على العربيه النقل. ها ايه ده؟ ايه ده؟ كل دي هدايا؟ ولو 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 ما يحسد هدايا بابا نويل العياله. يلا 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 انت وهو. يا سلام يا سلام، اتنين تلاته من بابا نويل دول كمان، والواحد بقى يعدي الفقر بلانش. يلا يا أمورة اختاري هديتك وبابا يدفع الفاتورة. يلا يا مدام هاتي هدية لريهام. بابا نويل معذور وعليه 6 شهور من غير نور. لو سمحت عايزة تشتري موبايل بكاميرا البنت. وعندك موبايل بكاميرا لبنتها. الفلوس يا مدام. أهلا أهلا أهلا. بابا نويل يا لذيذ بيضرب أسعار شارع عبد العزيز. اتفضل يا أستاذ. عاوز كرة كفر أصلي لابني. ادفع 20 من غير فصال. بابا نويل ما بيحبش الفصال. كرة كفر عندك هولي. شايف يا استاذ دولة؟ ده طلع نصاب عمال يبيع هدايا بابا نويل بالفلوس. ايه ده ايه ده؟ شايف الكيس هينفجر من كتر الفلوس. لا وكمان خد بالك ده الكيس هينفجر من كتر الفلوس. يلا يا استاذ. عندنا موبايل برناتو، وعندنا كوتشي برباطو، وعندنا يا سيدي اللبن ببوسوماتو. يا سلام يا ابراهيم، الاستاذ دولا ده ربنا فتح عليه من واسع. يلا يا سيدي يلا يا اخويا الحق يا سيدي الحق بابا نويل قبل ما يعلى يا جدعان. اهلا اهلا يا باشا، تحت امرك يا باشا. احنا مش عايزين هدايا ولا حاجه، احنا عايزينك انت. ايه ده ايه ده ايه ده؟ وامشي معانا من غير اي صوت، بدل ما اخلي اطفال العالم كله تحزن عليك. معقوله معقوله حد يعمل كده بابا نويل؟ ومعقوله يعني؟ ما تخشش عليا بالشغل ده، وامشي معايا من غير صوت. حاضر. اللي هتعمل اي حركه حاضر هتندم عليها. لا حاضر حضرتك حاضر. يلا بابا نويل اتمسك يا جدعان. يلا يا مدام الحقي بابا نويل وبيجروا الحزام. يخرب بيت عينيك، ده انت جبار يا دميزو. انا دماغي غلبان. حرام عليكم. مش كده يا اخوانا، كمان بتزقوني. مش كفايه الراجل الغلبان اللي انتوا خدتوا فلوسه اللي راقد في البيت ده؟ ايه الافتراء ده؟ ايه ده؟ وانتوا قابضين النهارده على كل بابا نويل اللي في البلد ولا ايه؟ طب واحنا زعلناهم في حاجه؟ حد فيكم زعلهم في حاجه يا اخوانا؟ واحنا اصلا نعرف حد فيهم؟ يبقى اكيد عندهم بارانويا بابا نويل. ماشي وسعوني بقى رايح العضلتين. شكرين يا بابا نويل. شكرين يا بابا نويل. شكرين يا عم نويل. حضرتك جوزي عادل انا اللي كان لابس بابا نويل. حضرتك بقاله يومين مختفي، وانا خايفه قوي يكون كرعون او قطعون خدوه خطفوه لطعوه على قفاه. يعني كل اللي بيلبس بابا نويل في الزمان ده بيتخطف؟ يعني بقى دلوقتي الزمانيون اللي احنا فيه ده خساره في الناس دي بابا نويل. اخويا اخويا لو راح اخويا هعيش موحوده في الدنيا دي. رجع لي اخويا. حضرتك هو دلوقتي بقاله سنه بحالها مختفي، وانا قلقانه على جوزي عادل قوي. السنه اللي فاتت ايه يا مدام؟ ده بقى له يومين بس. يوه بقى حضرتك ما تلخبطنيش بقى. يعني هو دلوقتي مختفي يوم 30 السنه اللي فاتت اللي كانت من يومين. النهارده بقى 1/1 السنه دي اللي عدى عليها يومين، يعني بقى له سنه مختفي. يا حبيبي يا بابا، الدنيا مستكتره عليا ان انا يبقى ليا 2 بابا عادل وبابا نويل. انا عايزه بابا نويل.